الكون العظيم يبارك حياتك. هو هذا اللقاء الثاني أو التسجيل الثاني، وهاي صورة عظيمة ورائعة حقيقة. أنت يعني صورتيها، ويعني إحنا بالتسجيل الأول يعني هو بنهاية نقاشنا. فبصوا إحنا عندما يعني إحنا عندما نتحدث حول العوالي الكونية، فعوالنا الكونية أيضا مباشرة يعني تكون معانا بالنقاش. فأنا في نقاشي مع أختنا في نهاية اللقاء، يعني رسالة أنا استلمت من عوالنا الكونية أنه هذه والدتك من الأندروميدا، تعرفين؟ فأنت قلتي بعدها، أنت ما بعرف، ها قمت بتجميع الصور مرة هنا أخرى. أي هذه الصور عقب ما جمعتهم كلهم اللي كانوا في نفس أي الفيديو اللي أنا صح، شفته. احنا هذا اعتقد تناولنا قسم من الصور صح السابقة، بس خلي نرجع على صورة والدتك، هي هاي الأولى اللي انت عرفتيها. اي اي هاي مدهشة، هذه ممكن تعمليها ارجع لي بالسنتر او اي ذاتس اميزنج. اه لاحظوها شباب. طيب ولو باختصار مرة أخرى، انت قلتي صورتيهم ثلاثة، يعني هذا أول امبارح، ها؟ هي. أي صورتي المركبة أنت، تمام؟ هنا وبعدها ظهرت هذه يعني أي الصورة. هي. أي عظيم، أي رائع. أنا يعني حتى أريد أناقش مجموعتنا، عندما تصورون انتبهوا يكون التصوير ضوئي، يعني أنت مو، أكرر هذا، يعني أنت مو يعني تخرج الفيديو وتقول أريد أن أصور، لا ما حيظهرون، تعرفون؟ أنت صورهم من الروح، من الضوء، يعني أنت أثناء تصويرك للمركبة ترى ضوء يخرج من أعماقك يغلف المركبة. وقول لهم أنا أصوركم بنوايا، أريد أن أبني حضارة السلام، لأن هم هذه الكائنات يعني فائقة جدا، متطورة جدا حقيقة بهاي علوم الطاقة والعلوم الكونية. فأنت عندما تعرفهم بنواياك الأمر مهم، فهم يعطون سماحية أنك حتى تصورهم، تمام؟ أو هم يظهرون ها أنفسهم أي لك أو لك. وإحنا جدا فرحانين بك يا أختي المباركة، أي حقيقة الكون العظيم يبارك حياتك وأيضا يبارك رحلاتك الكونية ودراستك الكونية وسفراتك الكونية. هاي أثناء الجلسة الآن، جلسة اليوم ولا متى قصدك؟ لا، هذه أثناء الجلسة، إنه وين أسوي الجلسة هي كانت قاعدة تصور. يعني اليوم هاي اللي احنا عملناها معاك الآن. اه بصوا، ممكن تكبريها من فضلك. اه هاي والدتك الكونية نفسها، تعرفين نفس الصورة اللي بالتسجيل الآخر. الله يا عزيزتي، يعني حقيقة أقصد من أقول الله أنا متأثر، هذه والدتك، والدتك الكونية. إيه عجيبة، أنت كنت تعملين الجلسة وأختك تصور؟ اي نعم، هالصورة بعد. الله، شو كبريها من فضلك بالله؟ إيه كائنة هذه أيضا. عرفنا هذه مركبة. ايه ايه هاي كائن اخر، هاي من اندروميدا. ايه تمام. طيب اريد اقول لك، ممكن تسالي هي من تصور ماذا تصور؟ هل هي تصور مركبة ام هي تشاهدهم بالعين المادية وتصورهم؟ ها من فضلك ممكن تساليها. هي كانت تصور شيء صورة، يعني هي كانت تصور النجمة اللي كانت، يعني اللي كان سطوعها اي وايد خلال الجلسة، وفي نفس الوقت شيء فيديو المركبة بروك إياه بعد. لا بس مرة أخرى، بس كوني معي بس دقيقة.
هي عندما تصور، حتى أقصد يعني الطلاب يتعرفون على المعنى، هي تصور مركبة تمام في سماء الأرض، صحيح؟ هي كانت قاعدة أظن هالصور من النجمة اللي كانت جدا يعني واضحة وقريبة، طيب انت ليه بس صوتك تغير الان؟ ما اعتقد أعرف. مو صوتك تغير معايا، يعني اصبح هيك فيه عواطف، ها؟ تمام؟ تشعرين بهذا؟ انا جاي اشعر يعني، ايه؟ بصراحة أنا في صورة وايد شدت انتباهي أكثر، يعني هالصورة أكثر صورة شدت انتباهي. الله، هي مش فقط انتباهك، انتباه الطلاب وكل واحد ايضا يشاهدها. اي أنا هم هذول عوالي الاندروميدا، أعتقد عجيبة عجيبة، هؤلاء هم عوالي الاندروميدا حقيقة. تلاحظوها الان، هاي جدا واضحة. طيب تقدرين تكبريها، اعمليها هذا زوم شوية. هذه قاعدة كونية، اي هم هكذا، تلاحظين؟ عجيبة. هناك، هل هناك صور أخرى؟ هنا إيه؟ هذه أيضا قاعدة كونية، هذه أعتقد أيضا والدتك، صح؟ وهذا التاج فوق رأسها، ها؟ تشاهدوها شباب؟ إيه، مدهشة هذه. إيه، هاي صورة أخرى، هاي واضحة. إيه؟ عجيب. إيه؟ هذا الطفل إيه؟ هاي مدهشة هذه. اي هاي مدهشة، هذه رائعة. اريد اقول لك، ممكن معايا انت تسمعيني الان؟ اي نعم. انتبهي، هذا التمرين جدا مهم، يعني بعدها اوكي، يعني من يكون عندك مجال نفس الصورة، انتبهي يا عزيزي، هذا الامر مهم، وممكن حتى للطلاب الاخرين او اللي يسمع التسجيل، تتين بالصور وتكتبين مع حبي وصلاتي من أجلكم وأبارككم، يعني تكتبين على الصورة هكذا، وبعدها تأتين بالموبايل فون، ويعني هذا الكلام والصورة تعرضيها باتجاههم. إيه، هذا جدا مؤثر، أنا الآن جدا متأثر من هاي الصور. إيه، هاي عوائلنا الكونية، فاكتبيها على كل صورة رجاء. إيه، مهم جدا، وممكن حتى لو تصمميها تضعين فيها ورود الصورة. هاي مدهشة. ايه عجيب عجيب هذا. اي هاي واضحة ايضا، هاي كائنة واضحة جدا. لا لا، فقط رجعيها، ايه شاهدوها، ها؟ قاعدة كونية هذه، تلاحظون؟ ممكن تعطونا انطباعكم، ماذا تعتقدون شباب؟ لو سمعونا أصواتكم، ها، كيف تشعرون بهاي الصورة؟ هاي مدهشة أصلا، ها؟ مدهشة هذه. الله، هاي عوائلنا الكونية، هذا يوم خالد بحياتنا حقيقة. ايه، حتى هالكائن جدا رائع. اي هذه اي رائعة. اي طيب، من فضلك قلتي المركبة الكونية ايضا صورتها اختك؟ هي اي بس مش وايد واضحة، هذا هو الفيديو. الفيديو، اي هذه واضحة، هي هاي المركبة اللي قامت بتصويرها. هيو. اي وهذه النجمة اللي كانت وايد واضحة. النجمة، أي نجمة قصدك؟ ها، يعني هذه المركبة وعقبها هي يعني بتغير اتجاه الفيديو.
هذه. هاي مركبة ثانية قصدك ولا ماذا؟ هذه نجمة، اي وهاللي في بداية الفيديو هذه المركبة، آه. هذه الحين المركبة. فين النجمة؟ النجمة ممكن فين النجمة بفضل قصدك؟ هالنجمة إيه هاي تتحرك أيضا، لو أنت تحركين الموبايل فون قصدك. لا هاي أيضا مركبة، ليش نجمة؟ هاي مركبة. بصراحة ما أعرف، بس يعني هذه كانت طول الوقت موجودة، حتى لما أنت قبل لا الجلسة أنت قلت ليه تقولين نجمة؟ هو هذا سؤالي من فضلك. لأنها كانت ثابتة وما كانت تتحرك في بس السماء. هسه مو تحركت هي ولا انت حركت الموبايل فون؟ ما اعرف أظن هيك إنها هي حركت التليفون باتجاهها. ها باتجاهها. اي اي سي. وهي من هنا قصدك تظهر هاي الصور كائنات اندروميدا ظهروا؟ هنا ها يعني هي صورة النجمة. هي اي مدهشة، اي رائعة. نصلي من أجل يعني عوائلنا الكونية رجاء، نبارك هاي الظهورات العظيمة، ونبارك أيضا حياتك يا أختي. استلمي محبة الأكوان، استلمي خير الأكوان، وانطلقي إلى الضوء، ارجعي إلى الضوء، حقيقتك أنت من الضوء أتيت. نبارك عوائلنا الكونية، ونبارك الحياة الكونية العظيمة للطلاب، ونبارك الأكوان العظيمة، ونبارك الأرض، ونبارك شعوب الأرض، ونبارك حياتنا هذه الضوئية العظيمة. آمين آمين آمين.